أجواء مميزة جدا كان بيعيشها أكيد جمهور الكرة المصرية أثناء حضورهم لمباراة منتخبنا الوطني الأول قصاد زامبيا، ويوم الاثنين كمان عندنا واحدة من أهم التجارب الودية اللي هتكون قصاد منتخب الجزائر، وهي مباراة يعني طول عمرها هتفضل ديربي شمال أفريقيا، لأن هي ما بين مدرستين كبار جدا في الكرة الأفريقية، تاريخ المنتخب المصري وتاريخ المنتخب الجزائري أكيد مشرف جدا، وتاريخ مواجهات الفرقتين متقارب إلى حد ما، وآخر مواجهة جمعت ما بين المنتخبين كانت في كأس العرب في قطر وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، وآخر مواجهة في بطولة كأس الأمم الأفريقية كانت في أنجولا في 2010، يعني من 13 سنة، وفازت مصر وقتها بنتيجة 4-0 في واحدة من أجمل وأفضل وأهم مباريات منتخب مصر في الدور قبل النهائي، واللي بعديها وصلنا للنهائي وكسبنا البطولة. الجيل الحالي من لعيبة منتخب مصر ومن منتخب الجزائر كمان مؤهل إن احنا نشوفهم ونشوف منهم مواجهة قوية جدا عبر شاشة اون تايم سبورتس، لاننا يعني عندنا سكواد مليان بالنجوم الكبار، يعني منتخبنا معاه النجم الكبير محمد صلاح اسطورة ليفربول، محمود تريزيجيه كمان واحد من نجوم الدوري التركي، مصطفى محمد واحد من هدافين الدوري الفرنسي ونادي نانت الفرنسي، عمر مرموش نجم انتراخت فرانكفورت الالماني، النني لاعب وسط ارسنال الانجليزي، حمدي فتحي نجم فريق الوكرة القطري، ده غير طبعا نجوم القطبين، يعني عندنا سكواد المفترض ان هو يكون من افضل يعني السكوادز الموجودين لمنتخبنا الوطني الاول، المفروض ان هو يكون ان شاء الله في افضل حالاته يوم الاثنين اللي جاي، وفي المقابل برضه هنلاقي المنتخب الجزائري معاه سكواد ولا اخطر، يعني اخر مباراه فاز على كاب فيردي ب5 اهداف كانت يوم الخميس اللي فات في الجزائر، تالق نجومه بشكل كبير جدا، ابرز اكيد نجومه نجم روما الايطالي حسام عوار واللي سجل هدفين، طبعا النجم الكبير رياض محرز لاعب اهلي جده ومدافع بروسيا دورتموند الالماني، رامي بن سبعيني ومهاجم ويست هام الانجليزي اكيد هو، يعني سعيد بن رحمه نجم الميلان، اسماعيل بن ناصر، تشكيله قويه جدا جدا اكيد هتكون في ارضيه ملعب المباراه ما بين مصر والجزائر، واعتقد يعني ان دي التجربه الاهم حاليا لمستر فيتوريا، لان احنا وارد جدا ان احنا نواجه الجزائر او تونس او المغرب في الكاف او في الكان، وكمان يعني فكره الاحتكاك بمنتخب من التصنيف الاول مطلوب جدا في التوقيت اللي احنا فيه ده، وبشكل كبير كل التوفيق اكيد بنتمناه لمنتخب مصر ان احنا يعني نكون معاه لحظه بلحظه مع المنتخب في الامارات لحد ميعاد المباراه يوم الاثنين اللي جاي، وزي ما قلنا وبنكرر دايما مطلوب حضور جماهيري كبير في ملعب المباراه، وكمان يعني عايز اقول لحضراتكم ان التذاكر خلاص خلصت، يعني جماهير منتخب مصر اكيد هيكونوا في الميعاد في مباراه ديربي شمال افريقيا ما بين مصر والجزائر.